كان وزن الطفل قبل الحرب 12 كيلو، خلال شهرين بالحرب هذول صار وزنه 6 كيلو، ويوم عن يوم تزداد حالته سوء، ويعني الله يستر من الرجال. طفل غسان العطري، أنا إجيت أنا عنده نقص في المناعة من كلة التغذية اللي أم فترة الحمل بقتش تتغذى فيه، ويعني فيش حليب بالمرة في القطاع، يعني إجيت أنا بالعافية أخذت نتفة حليب من المستشفى هاي. في الاونه الاخيره استقبلنا حالات جفاف حاده جدا وسوء تغذيه، كذلك استقبلنا اطفال يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب مراكز ينقذونا في مكان ينقذونا في مراكز اللواء التي تفتقر لكل انواع ومكافحه العدوى.